هل كلمة تعصب دي حاجة عيب؟ لا التعصب مش عيب، في تعصب ايجابي وفي تعصب سلبي. ايه الفرق بقى؟ الفرق كبير قوي. اولا لما تيجي تتعصب لدولتك ده تعصب ايجابي لبلدك، صحيح. لما تيجي تتعصب لاسرتك ده تعصب ايجابي، تمام. لكن التعصب السلبي لما تخرج عن المألوف، لما تبقى بالنسبه لك الاخر ده انت مش متقبله. احنا في حياتنا في ثلاث علاقات هم الحياه بتاعتنا بتدور حواليهم. علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، علاقتك مع نفسك، علاقتك مع الاخر. الاخر ده اللي هو كل ما هو زوجتك واولادك واهلك وناسك وكل اصحابك. كل بيحكم العلاقه دي علاقتك بربنا، علاقه خاصه بينك وبين ربنا هو اللي هيحاسبك عليها. علاقتك بنفسك انت اكتر واحد تقدر تحكم على نفسك ايه السلبي عندك وايه الايجابي. علاقتك مع الاخرين هي اللي بتبين صورتك قدام الناس. انت متقبلهم ولا مش متقبلهم؟ بتتعامل معاهم ازاي؟ هل بتحتقر الاخر؟ هو ده التعصب. ان انا رافض وجوده اصلا. فعلا، برافو عليك. كل فعلا تحس ان في جزء كده يعني ايه يحتقر الاخر وغير يعني ايه يعني غير متقبله تماما، ويقلل من كل اللي بيعمله ويلغيه وهو مش حاسس بيه اصلا ولا شايفه. واول ما تيجي سيرته يتعصب. تبص تلاقي هو بقى مشدود. دي اول مظاهر اللي انت تشوفه ده، او انت تحكم على نفسك كنت متعصب ولا لا. تقبل الاخر ده مهم جدا. البعد عنه والتركيز. كان دايما بنستند للمقوله بتاعت اليكس فيرجسون اول ما مسك مانشستر يونايتد. كانت مشكله مانشستر يونايتد ان عنده الناحيه الثانيه ليفربول واخد كل حاجه. فكان تركيز النادي واللعيبه دايما رايح لنتائج ليفربول. اول حاجه عملها السير اليكس فيرجسون ان هو راح جاي كاتب لهم على اللوحه جوه فورجيت ليفربول، انسوا ليفربول. على مدار فتره الراجل مسك اكتر من 25 سنه ده نجاح في الفتره باهر. ديت وبقى فين الفرق ما بين في البطولات ما بين ليفربول ومانشستر بقى لصالح مين؟ مانشستر. لانه ركز في نفسه خلاص. تركيزك مع الاخر بياخد كتير قوي من فكرك وبياخد كتير قوي من مجهودك وبيخليك انت مش شايف سلبياتك ايه. انت دايما بنرمي على غيرنا. دايما احنا بنقول فشلي انا ما عرفتش اوصل في ميعادي النهارده عشان السواق ما كانش كويس. لا، انا اللي ما جيتش بدري، انا اللي ما عملتش حساب الطريق، انا لازم انا اللي اصلح من جوايا الاول. لو انا عرفت ومسكت عيوبي لا هقدر انجح. السوشيال ميديا بقى ابتدت توصل حاجات كتيره قوي وتقرب العلاقه ما بين اللاعب والجمهور. طب ممكن يعني اتكلم بتاع الصراحه، يمكن ما اعرفش الكلام ده ممكن يتقال على الهواء ولا لا، بس انا عايز اتكلم في لانه بقى منتشر. مثلا تلاقوا مثلا الزملكاوي يقول على الاهلاوي ده بيب بيب، والزملكاوي والاهلاوي يقول على يا بواب، وكانها نوع من الاحتقار. يعني ان كلمه طبعا بواب دي حاجه شغلانه شريفه وحاجه محترمه طبعا، وناس كلهم محترمين وافاضل يعني. او مثلا يتقال انت حافظ، انت مش عارف قطيع، انت ما اعرفش، انت بتطبل. يعني بقى التوصيف هنا او هنا في نوع من الاحتقار او التقليل او العنصريه او التنمر. ما انا معاك في اللي انت بتقوله ده كله. بل بالعكس هو بيزيد اكتر من كده، وبقينا نلاقي الفاظ طبعا وحاجات اكتر من كده. لكن فكره ان انت توصي بالاخر دايما ان هو اقل وتحتقره، هي دي مشكله عدم وجود روح رياضيه اللي احنا كنا دايما بنتكلم عنها في المدارس، ان الرياضه اخلاق. الرياضه يعني ايه روح؟ يعني عارف يعني روحك رياضيه؟ يعني نفسك، يعني جواك. لو اتشالت ديت انت مش موجود. ما هو يعني الروح مش موجوده خلاص، ما فيش جسد. اللي بيحرك ده الاخلاق والروح الرياضيه. عشان كده بيقول لك باد لوزر او الخاسر السيء. ما هو ده عشان او الخاسر الايجابي. انت عارف من حاجات الروح الرياضيه ان مساله اللي احنا بنقلل منها قوي اللي هو السلام قبل الماتش. ده حاجه مهمه جدا. وبعد الماتش؟ وبعد الماتش ده بعد الماتش اهم. الناس دلوقتي بتعملها ازاي؟ قبل الماتش بس، قبل الماتش وروح والسلام الوطني يشتغل، وتلاقي عدد اللعيبه اللي موجودين في الارض اقل والناس بره بتسلم. احنا ما عندناش نظام. لكن لا، هي فكره المصافحه ديت والسلام ده اولا بيشيل اي ضغينه حصلت قبل كده، لو في اصلا لعبوا ماتش قبل كده او في اي احداث سابقه او الجمهور على السوشيال ميديا مهيج المباراه. انت لما بتيجي تصافحه وتلعب لعب في الملعب، لعب رياضي، لعب نزيه اللي هو شعار الفيفا الفير بلاي، وبعد الماتش تتقبل النتيجة. ولو انت منتصر تبقى متواضع، ولو انت مهزوم تبقى متقبل ده، تمام، وتروح تسلم عليه برضه. ولو عندنا مراسم نكملها.